عليكم، أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ولا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة. ونبدأ التفاصيل. أقام الفنان المغربي سعد المجرد وزوجته غيتال حلاكي ليلة أمس يوم الاثنين حفلة الحناء بالعاصمة الفرنسية باريس. واختصر حفل ليلة الحناء التي تبقى من الطقوس والتقاليد المغربية الأصيلة التي تسبق حفل الزفاف الذي تم تنظيمه ليلة أمس الثلاثاء وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين أبرزهم مصممة المجوهرات مريم الأبيض. وشاركت مريم الأبيض صورة لها وهي ترتدي قفطان باللون الأبيض والأخضر الغامق، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: باريس تحتفل بأغلى ناس على قلبي. كما نشر صديق سعد المجرد مصمم الأزياء عصام صورة له من باريس معلق: صباح الخير باريس. فكان هؤلاء من بين أصدقاء سعد المجرد الذين حضروا حفل الزفاف. كما باركت الفنانة دنيا بطمة لغيتال حلاكي، قالت: دنيا مبروك حبيبتي، الله يكمل بالخير. وردت عليها غيتال حلاكي: الله يبارك فيك غزالتي. وذكر على أن أحد المدعوين لحفل الحناء بأن الفنان سعد المجرد فرض على المدعوين والضيوف عدم تصوير الحفل أو التقاط أي صور أو فيديوهات مباشرة حفاظا على خصوصية الزفاف. وتم حفل الزفاف في أجواء عائلية، فألف مبروك للعروسين، ولا تنسوا تعليقكم نحو الفيديو، وأترككم مع هذه الصور إلى فيديو قادم إن شاء الله.